أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تكره الصلاة على الميت بعد العصر لأنه وقت نهي؟ لا، يستثنى الصلاة على الميت، تستثنى. قالوا في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر، لأن في تأخير الجنازة ضرر عليها. هذا عند الذين لا يقولون بذوات الأسباب. أما الذين يقولون بصلاة ذوات الأسباب في أي وقت فليس عندهم هذا التفصيل، بل يصلى عليها في كل وقت، إلا في الأوقات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها والدفن فيها، وهي الثلاثة: عند بزوغ الشمس طالعة، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وعند غروب عند شروعها في الغروب حتى تغرب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول ثلاثة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر هذه الثلاثة. نعم.